مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في تشيس نايتس فرسان الشطرنج، معكم مجد شبيطه. مباراه اليوم مباراه جميله جدا، وهي ذكرى جميله جدا اصلا من طهران عام 2007 بالقطعه البيضاء. عندنا دبليو اي ام استاذه دوليه اسمها اتوسا بوكاشيان 2327 عدد كان تصنيفها. وانا لما كنت ما كان عندي اصلا تصنيف دولي وقتها، يعني هاي البطوله تسببت في نصيب مصنف دولي، فذكرى جميله جدا. وكان يدربها اللاعب جام ماستر نايجل شورت، وكان يحضر لها التفريعات والى اخره. فبلعب مع لاعب ولاعب قوي جدا يعني، فطلع معنا جيم حلو كثير. خلينا نشوفه مع بعض. اتوسا بالابيض e4 g6، هذاك الوقت كنت العب جي 6، كل اليوم بلعب جي 6 على اي حال. المودرن ديفنس d4 بشوف g7، نايت c3 d6 نايت f3 نايت f6 بشوف a2، تبيت النقلات الرئيسيه والمين لاين في هذا الافتتاح. بشوف g4 النقله الرئيسيه اللي بيلعبها الاسود. بيشوب e3 نايت c6. الان هون الابيض عنده اكثر من خيار، في نقله بيلعبها اعتقد كابوفون اللي هي كوين d2، وفي نقله اللي لعبتها اتوسا d5، تفرعين بنفس القوه يعني ما فيش افضل من الثاني. هون النقله الصح لعبت انا في الجيم نايت b، رجعت ما بالحصان مكانه. الفكره الان انه هذا الوتر صار مفتوح للفيل، و c6 جاي على الطريق عشان تضرب الجندي على d5. فلعبت اللي هي هون h3 على طول كنا، وبعدين لعبنا c6 كوين d2 الان التعبت cd5 نايت d5، وهون لعبت النقل نايت c6. الان خلي الحصان على d5، ما عنديش فيه مشكله، بقدر اخده في اي وقت بدي اياه، بس انتشار الحصان على c6 اهم. لعبت هون هي بشوف h6. الان انا بالنسبه لي يعني حتى لو حققت التعادل في هذا الجيم كان يعتبر بالنسبه لي انجاز فبهذاك الوقت تحديدا، فما كان عندي مشكله انه الجيم يوصل لتعادل اذا الجيم تعادل. خلينا نشوف على كلين نايت دي 5 بشوف جي 7 كينج جي 7 ومن ثم اي دي 5. الان هي عندها فيل مقابل حصان، يعني افضليه الفيل افضليه طفيفه لا تكاد تذكر. طبعا اذا اتكسرت الوزره وضل الفيل والحصان، فبكون الفيل مع القلعتين أفضل من الحصان مع القلعتين. إذا تكسر الإقلاع وضل عندنا وزير وفيل ضد وزير وحصان، فالوزير والحصان أفضل. لعبت هون نايت e5 بشوب e2، وهون لعبت كوين b6. الآن أنا ما عندي مشكلة، ما في أي تهديدات على الملك ولا أي شيء، بلشت ألعب بنقلات انتشارية. c4 روك fc8 نقلة جيدة وقوية. فكرة بكل بساطة القلعة هون ما بتعملش ولا اشي، فوق F8 القلعة بتضغط على الجندي مساعدة الحصان، وفي نفس الوقت الملك ممكن يهرب على F8 E8 اذا احتاج الامر. لعبت هيوك AC1، لعبت لهون A5، الفكرة بكل بساطة هي تثبيت جنود جناح الوزير اذا ممكن. لعبت هون هي كينج H1، الان الفكرة هي بساطة تلعب F4 تطرد الحصان، ما كانت قادرة تلعب F4 لان الوزير كان ضارب الملك على G1. طبعا لانه الافور قادمه فبدي اخذ يعني افضليه من الموضوع. لعبت لها كوين b4، الان انا بحكي لها اذا بتحب تكسر وزره. الان اذا كسرت a b4 القلعه هون حتضرب الجندي، هذا الوضع افضليه اسود وهو مرفوض تماما في حكم العمد الشطرنج. ولاحظ طبعا انها ما بتقدر تلعب حتى هون اوك a1 لانه بكل بساطه بلعب نايت c4 وهيك الاسود بفوز عند افضليه كبيره. فهون لعبت هي كوين d4، عارف شو بتعمل. كما لعبت هون كوين c5 كمان ما بعرف اطلع تكسير الوزراء، وباخذ منها يعني خانات للوزير. فلعبت هون كوين h4 بعدين وهون الوزير ضارب الجندي، فلعبت f6. الفكره بكل بساطه هون البيادق هذا البيدق ماسك الخانتين هدول، وهذا البيدق ماسك الخانه هون، بالتالي الملك يعني بالامان. واذا لعبت f4 بلعب بكل بساطة نايت f7، فأنا ما عندي مشاكل، أنا مرتاح جدا في الجيم. على كل هي لعبت هنا روك c1 نقل انتشارية والقلعة بتيجي على وسط الواقعة. لعبت لها هنا روك c7 f4 نايت f7 كوين g3 من قبل الأبيض. الآن الأسود لعبت هنا نايت h6، الفكرة بكل بساطة بدي أجيب الحصان على الخانة f5.
لعبت لهون مش بدي في ملعب الحصان يجي هون. كوين دي 4 روك اي 2 بي 5 بي 3 والان لعبت اي 4. الان الاسود بكل بساطه موقف متكافئ تماما بين لاعب ما كان عنده تصنيف دولي واستاذ دولي. فيعني هذا الكلام مش يعني مش مريح بالنسبه لها. روك اف اي 1 جابت القلعتين ضغط على الخانة الاي 7. هون انا لعبت نقلة جدا حلوة. لعبت هون اي بي 3 يعني وخليت لها جندي. طبعا هي بكل بساطة ما بتقدر تاكل, بتلعب هيك بهذا الشكل. بلعب انا هون كينج اف 8 اوكي وبهدد القلعة, وفي النقلة الجاية حاخذ الجندي على الاي 2, او اذا بدي ممكن اعمل نقلة تانية في حال هون لا ما في مشكلة كينج اف 8. بس القلعة توح في, وإذا القلعة جت هون على الاي 2 بكل بساطة في هون كوين اي 1 تشيك. هذا الكلام طبعا مرفوض عند اللاعبين الكبار, ما بزبطش الكلام هذا. على كل ضد اي بي 3 لعبت اي بي 3 بي سي 4 بي سي 4 والان روك اي 1. الان طبعا عندي اعمدة مفتوحة للاقلاع. الابيض ما عنده اشي يعني بكل بساطة, ما عنده اي افضلية. كينج اتش 2 الان القلعة تستطيع ان تتحرك بدون ما تهمل هم الملك انه مسمر, وكان الاقلاع, وبعدين نايت اف 7. الان السؤال نسأله الها شو بدك تعمل, يعني كيف بدك تخترقي هذا الدفاع. فلعبة روك اي 4 كوين سي 3 روك اي 3 كوين دي 4. هون بدك اعطى لها التعادل لكن رفضت, ما عادي ما عندي مشكلة. روك اي 4 كوين سي 3 كمان مرة. الان لعبة كوين اي 3. الان قلعة ضغط على جندي الاي 7 بمساعدة الوزير. هون بكل بساطة لعبت نقلة بعتبها نقلة جدا حلوة. لعبت كوين اي 3. الان بدك تاخد اذا بتلعب كي 7 طبعا اوكي 7 كوين اي 7 في كوين دي 3, فهذا كلام برضو ما بزبط. فلعبت هون هي النقلة روك اي 6. هون لعبت انا بكل بساطة كوين اي 7. الان بطلب انا تكسير الوزراء وفي نفس الوقت بحمل جندي الـ E7 كوين E2 كوين D4 روك E4 كوين A7 كمان مرة والآن H4. الآن الأبيض بيحاول يخلق أي ضعف بأي طريقة ممكنة, بس ما في إشي يعمله الأبيض حقيقة. يعني كوين A3 H5 كوين A7 كمان مرة. الوزير رايح جاي بنفس الفكرة, يعني يا أنه يعني أنه ضارب, يا يعني أنه بده يكون ضارب الفيل, يعني بده يكون حامل جندي. اجي 6 اجي 6 والان روك اي 3. هون لعبت انا كوين دي 4 روك اي 4 كوين اي 7 كمان مره كينج اتش 3. والان هون قررت اني يعني ما اضلش استناها, يعني يعني مش منطقي اني اضل استنى فيها شو, يعني استنى شو تعمل. فلعبت هون اف 5. كان عندي بعض الافكار هون انه القلعه الوزير ممكن يجي مثلا هون ويعطي كش من هون مثلا شغلات زي هيك مساعده الحصان, بس طبعا الفكره بساعد الحاسب ساعد الحصان هون وبعدين يجي من هون هيك. ويعني فلعبت هون هي كوين بي 2 تشيك, ما خلت الامور هاي تمشي. كينج اتش 7 بعدين لعبت توك اي 1 منعتني انزل بالوزير على جي 1. اوك بي 7 كوين اي 2 ومن ثم الان كوين دي 4. الان نفس الفكره الوزير بضل ضاغط على الفيل, وطبعا هسه كمان احنا ضاربين جندي على الفور. فلعبت هنا كوين اي 3 لازم تكسر وزراء, يعني هيك اذا ما كسرت وزراء الاسود سيكون وضعه افضل. الان الاسود بيهدد اذا مثلا بدك تلعب مثلا جي 3 وتحمي جندي الافور نلعب لك هون روك بي 2. فالامور يعني مش بالساهل. هون لعب بعد كوين اي 3 بكل بساطة تكسرنا الوزارة, بعدين لعبت نايت اتش 6. الان الحصان جاهز يجي على خانة الجي 4. الان هاي النهاية يعني فيل وقلعة ضد حصان وقلعة, تصنف على انها افضل للقلعة والفيل, ولكن هذا الوضع ما في افضلية للابيض. يعني بكل بساطة ما في جنود كثير على وقعة, والفيل اللي على الدي 3 تبع الابيض مشكلة انه جنوده هون برضو على الابيض, يعني البيادق البيضاء معطل الفيل مش بخليته يمشي براحته. بالاضافة انه انا لعب اف 5
محميه بالجي 6 والفيل هون يعني ضارب في الحيط يعني زي ما حكوها الجندي الفا جدا قوي وحاد من حركه الفيل. بينما الحصان اذا بتشوفه هون الحصان يعني ممكن ينزل على الجي 4 ممكن حتى يجي على فكره على الجي 8 اذا بده على اف 6 يعني في افكار كثير. خلينا نشوف شو عملت لعبه بشو بيتو منعتنا الجي 4 الان لعبه انا بسط كونج جي 7 والان هون لعبه هي جي 4 واضح جدا انه هي معترفه انه الحصان افضل من الفيل. الان انا اكلت اف جي 4 بشو بجي 4 الان بهذا الوضع الفيل صار عنده لعب كتير يعني صار عنده اماكن كتير يروح عليها بينما الحصان في الزاوية فهون الفيل شوي احسن من الحصان فكل بساطة كسبته ولعبت هون كينج اف 7 الان لعبت اف 5 لانه بدك تقلع على اف 4 ضعيف فبتخلص من هذا الضعف كسرت وبعدين لعبت هون كبي 1 الان القلعة يعني افضل طريقة تدافع في نهاية الاقلاع القلعة تكون من الخلف يعني تيجي تكش مثلا من هون تهاجم مثلا الجندي هذا من هون الى اخره دائما من الخلف القلعه بتكون كثير فعاله. لعبت هون اوكي اتش 3 لعبت لها تشيك 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 لاحظت كم كشه يعني احنا لعبت لها كينج اف 6 بكل بساطه الملك الان بطل يجي هون القلعه ما سكته اوكي 3 نفس الشيء عملت هي جابت القلعة هون ومنعت الملك انه يجي على خانة الاي 5 هاي صارت ممنوعة على الفكرة لعبت كينج اف 7 تشيك كينج اي 8 الان بحاول انا الف بالملك من الجهة الثانية بدي احاول اجيب ملكي هون يعني احاول اعمل هاي الفكرة هيك هيك يعني هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين هيك هاي كانت فكرتي اذا بقدر اعملها. لعبة هنا روك بي 3 على طول منعت الفكرة كلها من الأساس والسؤال الآن هل أكسر إقلاع ولا ما أكسر إقلاع. إذا ما بكسر إقلاع إذا مثلا بسحب القلعة مثلا نفترض هون نفترض أعمل هيك مثلا راح تلعب هي هون كينج بي 5 هيك يعني أنا مش خسران ولكن الأبيض وضعه أحسن كثير من الأول وهذا الكلام غير مرضي فحكيت بكل بساطة لازم أكسر إقلاع. هون لعبت كينج دي 7 كينج بي 4 كينج سي 7 كينج اي 5 كينج دي 7 كينج بي 6 الابيض يعني بيحاول يخلق مشاكل للاسود باي شكل من الاشكال بس طبعا هون لعبت بكل بساطه اي 5 الان في بيضك سالك جاهز يهجم اذا بدك تخليه فلعبت هون على طول دي تاكس اي 6 كينج اي 6 وهون اتفق الطرفين على التعادل ما فيش تعمله حضرتها يعني خالصين يعني الاول انا استاذ دوري شو عمل حتى لو كان نايجل شوت المدرب برضو ما عندي مشكله يعني في يعني موقف طريف حصل معي يعني بعد الجيم بتذكره لليوم وكانه امبارح يعني نايجل شوت شافني وجه لوجه وبحكي لي بكل بساطه لقد اصبتني بالجنون يو ميد مي كريزي ف الجيم يعني حقيقة في ذكرى حلوة ذكرى حلوة بهذا الجيم هو السبب ان صوت مصنف دولي فحبيت اشارك معكم اليوم بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه ونكون ضيوف خفاف عليكم بدعمكم نستمر لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس ان شاء الله كل يوم في فيديوهات نازلة على القناة بنشوفكم على خير ان شاء الله وشكرا جزيلا لكم لاستماعكم. السلام عليكم.